طيب يا دكتور مين بقى اللي بتقول له لا انت المفروض تعمل العمليه كفاياك وهل بتقنعه المريض بحاجه زي كده هوت ولا بيبقى مقترح وهو حر في الاخر؟ هو طبعا احنا ما نقدرش ناخد قرار لمريض يعني قرار العمليه ده قرار مريض لكن احنا بنبقى دارسين كل طرق العلاج فبنقول له في الحته دي انت لازم تكونسيدر يعني تفكر في فكره الجراحه بقى دلوقتي وانا بعمل ده يعني انا بيبقى المريض بيجي لي وبيخس وبيدفع لي فلوس فحتى ساعات لما اقول له ايه رايك بقى نبتدي نفكر في الجراحه بتاعي يقول لي يعني انت زعلان ليه انا باجي وانا مبسوط انا مش متضايق ان انا باجي لك و... 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 ومش عايز اعمل جراحه بس احنا ليه بنلجا للجراحه او ليه بنلجا للفت نظر المريض الى اهميه الجراحه في الوقت ده لانه في دراسات اثبتت انه زي ما حضرتك قلتي السمنه مرض الامراض وبتؤدي لسكر وضغط وقلب و و هذه الامراض آه لها آه يعني آه اثار سيئه على المريض نفسه انه تعبان وهمدان لانه عنده ضغط وقلبه تعبان لها تكاليف لانه هياخد علاجات لفترات طويله كل الامراض دي بتاخد علاجات العمر كله آه كمان بت... لها تاثير على سن الإنسان يعني الواحد بيموت بدري لأنه مريض بالقلب عن لو واحد قلبه سليم إذا هنا إحنا الدراسات أثبتت أنه الناس السمان لما يسيبوا نفسهم ويبعدوا عن الجراحات السمنة ربنا يديهم الصحة طول العمر لكن يعني بعضهم بيموت بسكر بعضهم بيموت بالقلب بعضهم بيموت حتى بأورام سرطانية فلما قارنوا ده بالمجموعة الثانية اللي عملت العمليات لقوا أنه اللي عملوا العمليات صحيح في نسبة معينة أظن 2 من 100% ماتوا في العملية ده احتمال وارد صحيح نسبة صغيرة لكن لما أضافوا اتنين نسبة 2 من 100% آه 0.2 يعني 0.02 اه 0.2 اه اه, اه اه نسبه قليله قوي يعني ليه لا ما كملتش اه نص في الميه بالظبط يعني اقل من اقل, من اقل من بكتير نص في الميه بكتير, بكتير اه, اه